أولا بكل صراحة مرحبا بكم باسم السيد رئيس عز خنوش بمقر الحزب التجمع الوطني الأحرار. قبل ما ندوز للملاحظة الحصيلة ديال الفرق الأغلبية البرلمانية، بغيت في البداية أنني نتوجه بالشكر الجزيل لكل مكونات الأغلبية من خلال السادة الرؤساء الفرق الحاضرين معنا اليوم على الانخراط والالتزام والمواقف ديال رجال الدولة. حقيقة يعني هاد الناس حاطين المصلحة ديال البلاد فوق كل اعتبار وفوق يعني الأحزاب والانتماءات السياسية الضيقة. فكذلك بغيت نوه بكل المكونات ديال البرلمان، الأغلبية البرلمانية، على الانضباط وعلى المسؤولية فرغم تعدد الروافد ديالنا كاملين. الكل انصهر في اختيار سياسي واحد والدعم لا مشروط للمشروع ديال الحكومة الكبير. فهذا الالتحام هو أكبر رد على معرفة التجارب السابقة من تشردم وتشتت اللي ضيع المغرب فرص كبيرة في النماء وفي النمو، ودي حقيقة خصنا نقولها. بالنسبة للحصيلة أقولها بكل فخر واعتزاز، كانت حصيلة مشرفة ومشرفة جدا. فتهم ثلاث مستويات: المستوى التشريعي، المستوى الرقابي، والمستوى الدبلوماسي، الأعمال الدبلوماسي. فعلى المستوى التشريعي الدورة عرفت مناقشة عميقة ديال 33 نص تشريعي، وأخص بالذكر القانون الإطار للمنظومة الصحية، القانون الإطار للاستثمار، قانون مجلس المنافسة، قانون المناطق الصناعية. وهذه المشاريع كلها تصب في اتجاه تنزيل البرنامج الحكومي المتعاقد عليه مع المواطن المغربي. على المستوى الرقابي غادي نعطي بعض الأرقام للاستئناس، أزيد من 2300 سؤال كتابي وشفهي كلها توجهات الحكومة، 5 ديال المهام استطلاعية، 20 طلب عقد اجتماع مشترك ديال الفرق الأغلبية للجان. وإلا خلينا الأرقام تتكلم، 80% من المجهود الرقابي كله مشى يعني المشاريع ديال اللي جايه بها الحكومه، يعني المشاريع ديال الاوراش الاجتماعيه الكبرى اللي جات بها الحكومه. وهنا كتبان واحد التناغم ما بين انتظارات ديال المواطن وانتظارات ديال ممثلي الشعب مع الاهتمامات ديال الحكومه. على المستوى الدبلوماسي كلنا سجلنا بفخر حضور متميز للأغلبية البرلمانية في كل المحافل الدولية دفاعا عن القضايا الوطنية والقضايا المصيرية ديال البلاد. على أي أقولها بكل اعتزاز أن الأغلبية الحمد لله هي أغلبية إنصات وكذلك أغلبية فعل وانخراط في إطار المهام الدستورية والسياسية المنوطة بها، أعتبرها أغلبية مواطنة وأغلبية مسؤولة طيلة هذه الفترة كلها. ما كاينش شي حاجة اللي أثرت على العمل ديالنا كأغلبية. أنا كنظن هذه ماشي أغلبية فقط أغلبية عددية، فهي أغلبية مبادئ وأغلبية قيم. وشكرا.